اختتم صباح اليوم بمركز الدراسات من أجل التدريب والتنمية سيفوت الأمين العام لوزارة الأمن العام والهجرة مسيرة جمادوم أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مدرسة حفظ السلام بدولة مالي، وذلك لصالح عدد من عناصر الشرطة الوطنية وبعض أفراد قوات الدرك الوطني حول حفظ الأمن والسلام بالمنطقة. حضر المناسبة السفيرة الألمانية بالبلاد وعدد من المسؤولين. تقرير محمد صالح حسين بصوت عبد الرحمن آدم رحمة. في خلال 10 أيام تم تدريب 50 مشاركا ومشاركة من أفراد قوات الدرك الوطني وبعض عناصر الشرطة الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والسلام. وعلى هامش هذه المناسبة تحدث الأمين العام لوزارة الأمن العام والهجرة مسيرة جمادوم شاكرا المدربين من جمهورية مالي الذين جاءوا من مدرسة حفظ السلام بالعاصمة المالية باماكو، وهذا يعتبر جزءا من التعاون القائم بين تشاد مع دولة مالي في محاربة الإرهاب والتطرف وتوفير الأمن والسلام في جميع أنحاء القارة الإفريقية. كما حث المشاركين بتطبيق المعلومات التي تحصلوا عليها على أرض الواقع والاستفادة منها في الجوانب الأمنية والتصدي لكافة المحاولات الإرهابية بمختلف أشكالها. وبهذه المناسبة أبدأ أحد المشاركين رضاه التام من الأشياء التي استفادوا منها خلال هذه الدورة. حس في وطننا سجادين دا الكونتينا أفريقيا إن دا مشاكل مرة، مشاكل الدعاسات ومشاكل انا ريفيجي اوتر جو عشان يعلمونا كيف كان ماشينا في الناسيون زين كيف نقدمه. وفي نهاية الحفل تم تقديم جوائز للمدربين وتوزيع شهادات تقديرية للمشاركين المستفيدين من هذه الدورة التدريبية. ترأس صباح اليوم مندوب الحكومة لدى بلدية أنجمين الدق يعقوبة مناسبة قرص الأشجار بساحة مدرسة الدقيل شرق بالدائرة الثامنة، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة دولة 2017. تقرير زميل محمد حسن آدم. مواصلة لفعاليات الأسبوع الوطني للشجرة دورة العام 2017، جاءت مناسبة غرس عدد من الشطلات بابتدائية الدجال شرق بالدائرة الثامنة، حيث ترأس المناسبة مندوب الحكومة لدى بلدية أنجمينة الدقو يعقوبة وبحضور أمد الدوائر العشرة بأنجمينة إلى جانب السلطات الإدارية والعسكرية. ابتدأت المناسبة بكلمة ترحيبية من قبل مندوب التنمية الريفية لمدينة أنجمينة الدكتور آدم يوسف واشوم، وتلته كلمة مندوب الحكومة لدى بلدية أنجمينة الدقو يعقوبة الذي أشار إلى أهمية هذه البادرة في تعزيز سياسة الحكومة الرامية إلى مكافحة الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية، كما طلب من الإداريين وأساتذة المدرسة الحفاظ على هذه الشتلات والعناية بها. وأن أهمية هذه المناسبة تحدثت عمدة الدائرة الثامنة. مبسوطين بالآلة مجولين بالكترة في حضورنا الجوفرنير يحضروا المجنين هنا الشدرة. هذه ما تيرا بشدرة يعني حياتها صعبة. وشكرت الناسيان القومين الدليجي الشيب دي كريم بوفو بيتولم في مجنين الشدرة. هذا وفي نفس السياق، فقد تم غرس عدد من الشتلات بمقر مندوبية الحكومة لدى بلدية أنجمينة من قبل أمد الدوائر والإداريين. قدم صباح اليوم نائب مدير إدارة التغذية السيد شريف عمر حمو حديثا صحفيا تحدث عن أهم النصائح التي يجب الالتزام بها أثناء تناولنا اللحوم في عيد الأضحى المبارك. كان ذلك في ميكروفون الزميلة مريم عبد الرحيم عرضه. لكل المشاهدين أن لابد أن نحاول قدر الإمكان ما نتناول اللحوم في الأيام العيد الأولى بشكل كبير، لأن اللحوم تسبب مشاكل سوء الهضم في الجهاز الهضمي. تناول اللحوم الدسمة أيضا عندها عدة مشاكل. أيضا نحاول تجنب قدر الإمكان اللحوم التي غير معروفة المصدر، لأن أحيانا في بعض الناس ما عندهم إمكانية لشراء عيد الأضحى المبارك، ففي بعض اللحوم المعروضة في الطرق غير معروفة المصدر، لابد أن ننتبه. اللحوم يجب أن يعني يتم طهيها وشويها بشكل الصحيح. طهي الغير جيد يؤدي إلى تناول الإنسان للحوم المصابة، وربما تنتقل
تتطور الأمراض وتؤدي إلى مشاكل سوء التغذية، ونحن طبعا بغنى عن مثل هذه المشاكل. لذلك ننصح كل الناس اللي بيبيعوا الأغنام في هذه الأيام أن يبحثوا عن الأغنام الخالية تماما من الأمراض. نتمنى أن تجد هذه النصائح أذان صاغية، والوقاية دائما خير من العلاج. عرض مساء أمس المؤلف سلاسيا الشامباي كتابه الذي يحمل عنوان إنقاذ الحب، كان ذلك بحضور بعض المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة. زميل عباس أبكر كان هناك وعدل لنا هذا التقرير. تتوسع الساحة الأدبية التشادية بعرض الكتب المختلفة التي تعالج القضايا الاجتماعية والسياسية، ولإثراء الذخيرة المكتبية المفيدة جاءت مناسبة عرض الكتاب الذي يحمل عنوان لرسكابي دامور، أي إنقاذ الحب. كما أن الكتاب يحتوي على 10 عناوين فرعية حاول فيه الكاتب معالجة المشاكل الاجتماعية والحب المتبادل بين الجنسين. في مداخلته الكاتب سلاسيال تشونغباي تطرق إلى أهمية الاحترام المتبادل بين الأديان في تشاد باعتبار المبدأ السامي لبناء تشاد قوية ومتضامنة. وللمعلومية فإن هذا الكتاب يحتوي على 177 صفحة. انطلقت صباح اليوم أو أطلق صباح اليوم أعضاء نادي باوبراب لمدينة إنجمينة انطلاقا مشروع الذي يهدف إلى إبراز قدرات الشباب وحثهم على التطلعات المستقبلية، وكذا تجديد أعضاء المكتب النادي، كان ذلك بحضور المنسق الوطني للنادي إلى جانب أعضاء النادي. تقرير زميل آدم شرف الدين. أطلق أعضاء نادي يوروبور لمدينة إنجمينة مشروعه الذي يهدف إلى إبراز قدرات الشباب وتوعيتهم وحثهم على التطلعات المستقبلية والتي من خلاله يمكن الوصول إلى فرص عمل تساعدهم في الدخل الفردي في المجتمع. كما أن نادي يوروبور لمدينة إنجمينة تسعى إلى راحة الشباب واستماع إلى آرائهم وتنمية ما يعانيه الشباب، وذلك عبر إرسال رسالة مجانية في شبكات الاتصال والتواصل الاجتماعي في رقم 1301، يتم خلالها شرح المعضلات التي تواجههم ويحصلون على أجوبة مفصلة من قبل النادي يوروبور. هذا ما أكده أعضاء النادي أثناء مداخلتهم لانطلاق هذا المشروع الحيوي الذي يخدم المصالح العامة للشباب. هذا وفي نهاية المناسبة تم تجديد أعضاء مكتب النادي بقيادة كيناني جوناس، علما بأن نادي يوروبور عضو ما 18 دولة إفريقية تسعى في نهضة المجتمع الحضري والتقليل من الصرف الاقتصادي الحائل الذي يصرفه الشباب.